بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله يحلو الوصال راحتي إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي قم يا بلال فالأذان يشعرني الأمان والصلاة تعيد لي الحياة I see your light five times every day melting my fears away oh when I pray I hear the call it led me to your door I want my heart to soar to you my Lord oh God above bless me with your love and keep me true loving and praising you صلوا كما رأيتموني أصلي هو سلسلة عملية تشرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمليا رؤية بالعين حتى نتعلم كل حركة وسكنة كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتعلمها أيضا فنكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم أنصح إخوتي وأحبتي بأن يتابعونا على قناتنا في اليوتيوب بياتشينسا مسلمز ستجدون إن شاء الله ما يسركم ولكن تابعوا حلقاتنا حلقة حلقة وكلها مترتبة على بعضها فلا تضيع حلقة منهم حتى لا تضيع برنامج صلوا كما رأيتموني أصلي إن شاء الله سيعجبكم لأنه يشرح شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية عمل من أعماله وهي أعظم أعماله وهي الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي دائما معكم في هذا البرنامج أخوكم في الله ومحبكم في الله محمد صلى الله عليه وسلم تعيد لي الحياة تعيد لي الحياة تعيد لي الحياة الله تعيد لي الحياة تعيد لي الحياة تعيد لي الحياة تعيد لي الحياة